سيطرتها على المواصلات العامة بعد أن تخلت عنها الجمعيات الأهلية، نعم أم لا؟ أنا مش عاوز أقول نعم ولا، الإجابتين مش دقيقتين. أنا عاوز وسيلة مواصلات مريحة نظيفة محترمة إنسانية في مصر، ودي مش لازم تكون مملوكة للدولة، لكن لازم يبقى لها مواصفات. أنا لو عندي جمعية إنتاجية ما أو جمعية شغالة في النقل وأجيب أتوبيسات نظيفة محترمة، ودي بقى فيها تسعير مش بعرض وطلب، وملتزمة بسعر، وأتوفر لي فرصة لوسائل مواصلات آمنة ومريحة، أنا برحب جدا بدخول التعاونيات. لو شركات قطاع خاص هتلتزم بنفس الشروط، نعم ده نموذج النقل والمواصلات لإمكانيات شراكة هائلة ما بين قطاع خاص وقطاع تعاوني وقطاع عام، التلاتة هيبقوا موجودين، لكن كلهم يلتزموا بمواصفات الخدمة، وكلهم يلتزموا بسعر تقديم الخدمة للجمهور. الكلام ده لازم يتنظم من خلال مرفق في تعبير عن الملاك دول خاص وتعاوني وعام، وعنده التزام بقواعد تقديم الخدمة للمواطن وفق مواصفات جودة معينة مقابل تسعير معين. إذا شئت إجابة هنا، أنا أسمح للقطاع الخاص والقطاع التعاوني أن يكون طرفا في امتلاك وسائل النقل العام. بالمناسبة أنا عندي تصور عن استخدام نهر النيل ليكون الشريان الرئيسي في نقل البضائع في مصر. هل مطلوب من الدولة، هي هتعمل مواني وهتعمل دراسة جادة تهيئ نهر النيل أن يكون شريان للنقل، لكن مش مطلوب أن كل صندل بينقل البضائع في النيل يبقى ملك للدولة، يبقى ملك القطاع الخاص، ملك التعاونيات، واللي يأثر فيه القطاع الخاص والقطاع التعاوني تبقى الدولة تعمل صنادل تكفي بعد ما دول يبقى لهم الأولوية في هذا الاستثمار. تمام. طيب خلي بال حضرتك، احنا دي اسمها الأسئلة السريعة، يعني عشان الوقت بس. طيب احد اهم اسباب مشكلة البطالة ان ثقافة قطاعات من الشعب ترفض بعض المهن، وده سؤالنا الاخير في الملف الاقتصادي، نعم ام لا؟ نعم، هذا احد الاسباب وفي زين الاسباب مش في اولها. اول اسباب البطالة ان مفيش تدريب كافي، في مصريين بيحتاجوا عمالة بيستوردوها من برة لان في عجز في مفهوم التدريب. والحديث عن التعليم لا يكتمل الا بالتدريب، وعن تعليم فني محترم. في سبب اخر، ان في ناس باحثين عن العمل وما لا يجدوه، لان في كثير من الاعمال في قطاع الدولة بتتاخد بالواسطة والمحسوبية مش بالكفاءة. في سبب ثالث، المردود الاقتصادي للعمل، في شباب كتير بيقول لو رحت اشتغل هصرف مرتبي على المواصلات على ما اروح واجي، لان في تدني في الاجور في مصر. ثم في السبب اللي حضرتك بتقول، فاحنا عاوزين نعالج اسباب البطالة مجتمع. بصراحة عندنا اسئلة كتيرة بس وقتنا خلص. ان شاء الله في فقرة الاسئلة الحرة ممكن نستكمل بعض هذه الاسئلة، انا بالذات عندي اسئلة اقتصادية كتيرة قوي، لكن خلونا نقول سريعا اجابات او نتائج اجاباتكم على الفيسبوك وعلى الاس ام اس. سؤالنا كان: ما هو العامل الاقوى في اختيارك المرشح الرئاسي؟ انتمائه السياسي كانت نسبته 9%، برنامجه الانتخابي كانت نسبته 75%، سماته الشخصية كانت نسبته 16%، وإجمالي التصويت حتى هذه اللحظة أو يعني من ربع ساعة تقريبا 2762 صوت. 75% انحازوا للبرنامج الانتخابي، وده الحقيقة شيء محترم إجابي. على الأرض على الاس ام اس سريعا، تقريبا نسب متشابهة: الانتماء السياسي 14%، البرنامج الانتخابي 80%، السمات الشخصية 6%، واجمالي التصويت 576. مستنيين هذا التصويت يتضاعف خلال الدقائق القادمة على الفيسبوك وعلى تويتر. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل الدكتور محمد أدري سعيد واسئلة السياسة الخارجية والامن القومي، انتظرونا.
حلقة اليوم.